ارقام من 1 لـ10. كارت الاحمر لو عايز تشيل سؤال خالص مش عايز تجاوب عليه، انت قوي وشجاع مش هتعمل كده. والكارت الاصفر لو عايز تغير اجابه من الـ3 اجابات لكل سؤال. تمام يلا اختار رقم من 1 لـ10. من 1 لـ10. انت مش ده كابتن طارق هيقلي 19. 11. 5. 5 رقم كابتن سمير كمونه طبعا كان بيلعب بيه. صفقه، الصفقة الدفاعية الأفضل لدعم النادي الأهلي هتكون بالتعاقد مع باهر المحمدي، أسامة جلال، بدر بنون. هو باهر طبعا عشان اتعور ممكن يكون بعد شوية، لكن لعيب كويس، لعيب كويس جدا. وأسامة طبعا حظه سيء، أنا بحبه جدا. وأسامة طبعا من اللعيبة الهايلة. أكتر واحد بيفكرني بيك باهر، ستايله لعيب كويس يعني نفسي، وبيلعب في اكتر من مكان. بالظبط، باك رايت ومساك ممكن بالظبط استفيد منه. والف سلامه ان شاء الله يرجع بسرعه. واسامه طبعا جاي لعيب كويس قوي برضه وليه مستقبل. لكن بتتكلم عن النادي الاهلي ان هو عايز ياخد يعني واحد من الثلاثه اللي هو المختصر المفيد الاجهز اللي هو بدر. بدر بانون. يبقى بدر بانون. وانت اجبت ليه؟ لان هو اجهز واحد في الثلاثه وعنده خبرات. عنده خبرات النادي الاهلي محتاج حد في حد. يلا اختار الرقم اللي بعده. 1. رقم 1 خسارة. خسارة عدم وجود هذا اللاعب مع الأهلي أمام الوداد، شريف إكرامي، رمضان صبحي، حسام عاشور. هو أصل التلاتة مشوا. يعني لو كان لاعب ممكن يستفيد منه النادي الأهلي أمام الوداد فنيا، بعيد بقى عن المشاكل اللي حصلت والكلام ده كله، بنتكلم كوره يعني. رمضان صبحي كان يعني بقى عنده حلول شويه يا جماعه. عنده حلول ولعيب كويس. انا من وجهه نظري كنت اتمنى ان هو ما يكون موجود في بطوله افريقيا، يعني مش في الماتش ده بس، ان هو لعيب مؤثر وكده. لكن هو كل واحد طبعا ليه اختياراته وليه حياته يعني. تمام، يبقى رمضان صبحي هو اللعيب اللي كان ممكن يفيد النادي الاهلي امام الوداد. خش على الرقم اللي بعده. 2. رقم 2، لو كنت مكان موسيماني تهاجم الوداد ب مروان محسن، جونيور اجاييه، بادجي. بادجي. يا بادجي ليه؟ انت عارف بادجي رقم كام عند موسيماني؟ 3 زي ما انت حاطه كده؟ 3. ما انت بتسالني انا. لا، هما بالصدفه يعني، انا ما شفتش، لكن هو ترتيب المهاجمين مع موسيماني، اجاييه، مروان، بادجي. هو الثلاثه بيحتاجوا وبيلعبوا. بس انا هقول لك هو بادجي المفروض يلعب ليه؟ ليه؟ يبقى بادجي يا جماعه، هو اختار بادجي. بادجي. موسيماني طبعا بيلعب الثلاثة لكن بطريقة مختلفة. بادجي بيلعب فرود ومروان بيلعب فرود واجاي طبعا بيلعب تحت الفراودة، لكن هو ممكن زي ما انت حطيت في التشكيل ان هو يستعين بيه في الماتش ده فرود. زي ما قبل كده اجاي لعب ماتش الزمالك مع فايلر كمان. كتير قوي، لكن انا ما بحبوش يلعب فرود. ما بتحبوش يلعب حركته تقيلة، ويعني برضو الرشاقة والمرونة دي مشكلة، والهيدرز برضو عنده في مشكلة. لكن بادجي لو لعب في المباراة دي بالذات ممكن يسجل لك من بداية المباراة. ليه؟ لأن عندهم مشكلة في خط الظهر، في الكرات العرضية في آخر 4 5 ماتشات ليهم دخل فيهم أجوان كتير. يبقى بادجي هو اللي يبدأ. تمام، خش على الرقم اللي بعده يا كابتن سمير. 3. رقم 3، صدمة القرن. صفقة لو حدثت هتكون صدمة القرن لجماهير فريقه. جنش الى الاهلي، مصطفى محمد الى بيراميدز، صالح جمعه الى الزمالك. جنش طبعا جون كويس، لو جه النادي الاهلي هيبقى لا يعني واحد من الثلاثه دول. انا هقول لك يعني اقيمها برضه وادي كل واحد حقه برضه عشان ايه يعني، برضه هم محطوطين برضه في خانات جامده جدا برضه يعني في مواقف جامده جدا. طب اختار لي بقى واحد. لا، هو مصطفى محمد. مصطفى محمد لو راح بيراميدز هتبقى صفقة القرن، لأن هو يعني صدمة القرن ولا صفقة القرن؟ الاثنين. هي صفقة ناجحة لبيراميدز وصدمة لجماهير نادي الزمالك.
بمعنى ان انت فقدت احسن فرويد في نادي الزمالك من سنتين لحد 10 سنين. طب انهي اقوى، رمضان صبحي لبيراميدز ولا مصطفى محمد لبيراميدز؟ الاثنين. الاثنين. الاثنين قوي. مش واحده اقوى من الثانيه؟ طبعا لا، الاثنين منتخب اولمبي، وده هداف، وده رمضان لعيب كويس جدا وعنده حلول ومهاري وقوي، هيفيد نص ملعب نادي بيراميدز، ومصطفى محمد هيكسر الدنيا يعني. انت خلاص كده عايز ايه تاني؟ يلا اللي بعده. ست. ست. اختيار. لو هتختار لاعب من بيراميدز النادي الاهلي يتعاقد معاه، رجب بكار، إليك تراوري، استعاده احمد. ركز شويه. انا مركز، انا من وجهه نظري إليك تراوري. يعني مش ما يستعادش احمد فتحي؟ ما هو للمستقبل ولا ولا فتره لا براحتك معينه؟ براحتك، دي براحتك. ما انا بتكلم للمستقبل. كلام واضح. هيفيد النادي الاهلي سنه 2 3 4 الاهلي. كان قريب إليك من النادي الاهلي. جدا. يعني كان قريب. هيفيد النادي الاهلي قوي ولاعيب كويس قوي، وانا مقتنع بيه 100%. لكن الصفقه اتاخرت وكانت قريبه من السنه اللي فاتت على فكره. لكن ما حصلش نصيب يعني ان هو يجي. يبقى إليك تراوري ده بالنسبه للكابتن سامي. رقم اللي بعده. سبعه ولا سبعه؟ سبعه. مستحيل مستحيل هذا الشخص مستحيل تسامحه. كابتن رضا البلتاجي اللي هو حرب الدهشوري بومفريد. الثلاثة زعلان منهم جدا. ربنا يسامحهم هم الثلاثة. مش عايز أقول لك كلمة ثانية إنما طب عشان إحنا على الهوا. لكن الثلاثة ظلموني جدا وغيروا مجرى حياتي في سنة واحدة. إزاي؟ كابتن رضا البلتاجي وقفني بدون وجه حق. كانت السادة اللي هو الدهشوري حرب أشر على الوقف. بومفريه خلص عليا ومشاني النادي الاهلي. اقول لك ايه تاني؟ اختار. عايزنا نسامح مين بقى الثلاثه دول؟ انت بقى الثلاثه الظلمه دول اللي ظلموني. ماشي، واحد ده دول ظلمه، ده ظلموني. معلش، طب لو واحد هتسامحه؟ اسامح الثلاثه. سامح الثلاثه. اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ اصل انا بقول لك اللي حصل قبل كده، انا ما بشيلش من حد. خلاص انا اتظلمت، هم عارفين ان هم ظلموني الثلاثه. لكن مسامح كريم. طيب، مسامح كريم. وانت راجل محترم ومتسامح مع نفسك، اديني رقم كمان. ثمانية. ثمانية. أمنية. يا أمنية، أنت فين؟ لاعب زملكاوي تتمنى أن تراه مستقبلاً بقميص النادي الأهلي، أشرف بن شرقي، فرجان إساسي، أحمد سيد، زيزو. ثلاثة جامدين قوي. آه. ده نص ملعب يكسر. بس في اتنين منهم هيطيروا بره. طب أنت شايف كده؟ أقول لك؟ لا. أقول لك مين؟ لا. لا، أشرف بن شرقي طبعًا. بن شرقي. فرجان لعيب جامد، وزيزو طبعًا التلاتة هايلين، لكن أشرف طريقة لعبه تتناسب مع النادي الأهلي قوي. سلام. قوي. سيمفونية هي. سلام. يفيدهم جامد جدًا، يا ريت. سلام. طيب نختار آخر رقم. تسعة؟ تسعة. تسعة. طيب. مدرب. مدرب من جيلك بترى أنه قدم الأداء الأفضل مع فريقه هذا الموسم. أحمد كشري، أحمد النحاس، عبد الحميد بسيوني. هتختار واحد بس يا نجم. واحد. انت بتحرجني ليه؟ ثلاثة اصحابي قوي. ماشي على عيني. كل واحد عمل بصمة مع فريقه السنة دي. يا باشا اختار واحد. كشري مع أسوان، وعماد مع المقاولين. الثلاثة زي الفل. وعبد الحميد مسيوني مع الثلاثة زي الفل. اقسم بالله الثلاثة زي الفل. اختار واحد. والله انت مالك حل. واحد. كشري. كشري. تمام، الراجل ما طلعش الكابتن احمد. ما تسكت يا حسني، ما تسكت يا حسني، بتغششه ليه؟ ما طلعش اي كروت. طلعتش حاجه. كابتن سمير كمونه، خلاص انا هختم. قول لي نتيجه ماتش الزمالك والرجاء والاهلي والوداد وبيراميدز وحوريه الغيني. اتمنى ان شاء الله ان يعملوا نتيجه موفقه تنفعهم في العوده باذن الله.
مباراه الاياب ان شاء الله. يعني اتمنى ان المباراه تطلع يعني نتيجه تتمنى. ايجابيه 1-1 تتمنى لكن اتمنى 1-1 يعني 1-1 الاهلي مش تمني، انا عايز توقع، خليها توقع 1-1 1-1 الاهلي و1-1 الزمالك وبيراميدز، ده لازم نتيجه، وبيراميدز هيكسب 1-0 يكسب 1-0. بشكرك كابتن سمير حبيبي، ربنا يكرمك.